صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء الموقر بقصر القضبيه صباح اليوم وفدا من البرلمان الاندونيسي برئاسه السيد اسب موصول رئيس مجموعه الصداقه البرلمانيه الاندونيسيه البحرينيه حيث بحث سموه مع الوفد علاقات التعاون التي تربط بين مملكه البحرين وجمهوريه اندونيسيا الصديقه وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وخلال اللقاء رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالوفد البرلماني الاندونيسي مشيدا سموه بما يشهده مسار التعاون بين مملكه البحرين وجمهوريه اندونيسيا الصديقه من تطور مستمر في مختلف المجالات في ظل ما يربط بين قيادتي وشعبي البلدين الصديقين من روابط وعلاقات متميزه تتسم بمستوى عال من التفاهم والتنسيق لتحقيق المصالح المشتركه للبلدين والشعبين الصديقين واكد سمه حرص مملكه البحرين على تعزيز التعاون مع جمهوريه اندونيسيا الصديقه منوها سمه بما تمثله اندونيسيا من ثقل سياسي واقتصادي كبير في العالم الاسلامي يؤهلها للقيام بدور بناء في مد جسور التعاون بين الدول الاسلاميه والاسيويه وحشد الدعم للقضايا العربيه والاسلاميه في المحافل الاقليميه والدوليه وأكد سمه أهمية التعاون البرلماني في تقوية أواصر العلاقات بين البلدين من خلال دعم المبادرات الرامية إلى الارتقاء بمستويات التعاون الاقتصادي والاستثماري من أجل مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين. من جانبه اشاد وفد البرلمان الاندونيسي بما لمسه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من حرص على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، منوها الوفد بما يربط البلدين والشعبين الصديقين من روابط صداقه وتعاون بناء في مختلف المجالات، معربا الوفد عن تطلعه لان تشهد هذه العلاقات مزيدا من التقدم والازدهار، لا سيما في جانب تعزيز التعاون البرلماني والمشروعات المشتركه. التي تعود بالنفع على الشعبين الصديقين